مش هتتكلم يالا عادل يالا استاذ عمر اتكلم بادب لو سمحت اتكلم بادب يا ولد لو سمحت اذا مش هحمي اتكلم بادب يا ولد اذا مش هحمي المتحدث مش محترم اجي لو سمحت لو سمحت اتكلم بادب يا ولد لو سمحت يا بيه على مهلك لا انت يالا يا فلان دي مش عليا لو سمحت اتكلم بادب يا ولد اتكلم بادب يا ولد اهو انت اتعلم الادب انت مين يا بيه مين ده مين هذا النكر اذا مش يوريني مين هو يقول لي من انهي عيله ولا انا في كمل يا اهلاوي انا والفخر ليا انا نادي القرن في القاره هو ناديا وعايش واموت وافضل عشانه وهو فوق دايما مكانه لا 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 والفخر ليا انا نادي القرن في القاره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفرحة، مساء البهجة، مساء السعادة. النادي الأهلي بيتوج بطول رقم 11 ليه في دورة أبطال أفريقيا بعد النهاردة ما تعادلنا مع نادي الوداد الرياضي المغربي في كازابلانكا في المغرب بنتيجة 1-1 بعد ما كنا كاسبين بقى في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1. مباراة صعبة 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 صعبتها على نفسها لعيبة النادي الأهلي، صعبة على نفسها مارسيل كولر، رغم إن الوداد مش مانشستر سيتي يعني أنت تخاف منه، تخاف من الأجواء تخاف من الملعب ولكن ما تخافش من فريق الوداد من أقل يعني ككوره، بنتكلم ككوره من اقل الفرق اللي مرت في تاريخ نادي الوداد في الفتره الاخيره. لا الوداد كان 2017 اقوى و18 و19 ولكن حاليا لا مش هو التيم القوي اللي انت تخاف منه، عنده مفاتيح لعب تقلق منها ولكن مش هو الفريق المرعب اللي انت تخاف منه. عملنا مباراه النهارده سيئه جدا 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 ولكن مش عايزين نتكلم على الاداء، لا تسالني عن الاداء ولكن اسالني عن النتيجه. امبارح مانشستر سيتي كان بيلعب انتر ميلان، واحده من اسوء مباريات بيب جوارديولا ومن اسوء مباريات في مانشستر سيتي، ولكن في الاخر شال دوري ابطال اوروبا واحرز لقب دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخ فريق مانشستر سيتي وبيصل الى كاس العالم للانديه. النهارده النادي الاهلي عمل مباراه سيئه جدا 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 من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، كل حاجه غلط عملها النادي الاهلي، وهشرح كمان شويه ايه اللي هو عمله، ولكن بروح الفانيلا الحمراء، بروح لعيبه النادي الاهلي، بتركيز لعيبه النادي الاهلي، بتغييرات مارسيل كولر اللي رجعت السيطره تاني للنادي الاهلي بعد المباراه كانت هربانه مننا، بنرجع تاني في اللقاء وبنقدر ان احنا نتعادل بعد ما كنا مغلوبين بنتيجة 1-0، وبكده النادي الاهلي يحظر البطولة رقم 11 ليه في تاريخ النادي الاهلي. مبروك النادي الاهلي، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك لمجلس ادارة النادي الاهلي، مبروك لكل الناس المحبة والعاشقين في الوطن العربي للنادي الاهلي. الفرحة حلوة، الفرحة جميلة، مبروك الانتصار. اعتقد يعني النادي الاهلي بيحقق ارقام قياسية جديدة في الفترة الاخيرة. احنا جامدين قوي النهارده، يعني البطوله كام؟ بطوله ال11 زي ما قلت من اصل 16 بطوله او 16 فاينل شارك فيهم النادي الاهلي، اللي بتتكلم دلوقتي في 6 بطولات واخدهم خارج الارض، انت بتتكلم في 5 بطولات اخدهم على ارضه، ودلوقتي دي البطوله رقم 6 يعني اللي بياخدها خارج ميدانه وخارج ارضه، فدي حاجه تحسب للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكاركتر وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. والفاينل والنهائي الرابع على التوالي بيشارك فيه النادي الاهلي، شارك قبل كده في 3 فاينالات، النهارده الفاينل الرابع بيخسر مباراة واحدة وبيكسب 3 فاينالات، يعني تخيل في اخر 4 نسخ من دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي بيشارك فاينل بيكسب 3 وبيخسر 1، فده برضو نسبة وريكورد كبير للنادي الاهلي، فدي حاجات يعني تفرحك بقيمة وعظمة وشخصية النادي الاهلي. لا عزاء للحاقدين، لا عزاء للشامتين، لا عزاء للناس اللي هي ابتداء من المشجع الزملكاوي اللي هو ايه يعني المريض النفسي اللي راح استقبل النادي الاهلي ومسك العالم الزمالك وعمال يعمل لسيد عبد الحفيظ كده ويعمل لعيبه لا تضحك عليه، تقول انت مجنون انت مريض نفسي يا حبيبي، روح شجع فرقتك يا حبيبي، مالكش دعوه بيا انت جاي تتغزني، ده انا دايس عليك يعني السنين اللي فاتت دي كلها ودايس على كل الفرق في افريقيا، انت جاي تكلمني انا جاي تغزني انا؟ خد بقى فاند بروك المدير الفني لنادي الوداد وتصريحات المستفزه ابتدت من مباراه الذهاب والتصريحات الاستفزازيه اللي عمال بقى يتكلم ويقول انا الاحسن انا الافضل انا احسن من الكولر انا افضل من كولر. النهارده مباراه سيئه جدا من الناحيه الفنيه في التغييرات، انت الماتش اللي فات قدرت ان انت ترجع في اللقاء تاني وتعمل تغييرات رجعتك، انما النهارده كولر لا ضحك عليك وتفوق عليك وهو اللي رجع للقاء تاني،
فالنهارده كولر تفوق عليك واخد منك الكاس وضحك عليك في الاخر. تيجي تاخد المحاصره ان هو اللي ضحك عليك هو اللي احسن منك هو اللي افضل منك. خد بقى بالصحافه المغربيه النهارده محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي واحد صحفي جاي قاعد بيتكلمه عمال يكلمه على الفاينالات النادي اللي خسرها والفاينال السنه اللي فاتت النادي الاهلي خسره وانتوا السنه اللي فاتت خسرتوا والملعب ملعب صعب عليكم ملعب جحيم بالنسبه لكم وهتخسروا زي الماتش اللي فات. محمد الشناوي قال انت بتكلمني في حاجه قديمه ليه؟ ما تكلمنيش في القديم، كلمني في الجديد، كلمني في الماتش عندي ماتش فاينل بكره، كلمني في بكره استعداداتي ازاي، محضر نفسي ازاي، محضر فرقتي ازاي، انت بتكلمني في حاجه فاتت قديمه، لو هنتكلم في اللي فات طب ما انا ماخد 10 دوري ابطال افريقيا، يعني عجبني محمد الشناوي لما رد عليه في المؤتمر الصحفي. طب انت النهارده كل الناس دي لازم تعرف قيمه النادي الاهلي، لازم تعرف عظمه وشخصيه النادي الاهلي، لازم تعرف روح النادي الاهلي، لازم تعرف جميل النادي الاهلي، لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تتكلم بكل ادب وبكل احترام وتدي اكبر احترام للنادي الاهلي. النادي الاهلي ده اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط وبدليل البطولات بتاعته بدليل مشاركته في كاس العالم للانديه، كل حاجه بتبين لك النادي ده عظيم مش من فراغ مش بتحكيم مش بفساد، لا في شغل اتعمل في ارضيه الملعب، في ناس تعبت كاداره بقى ولاعبين على مر تاريخ فرقه النادي الاهلي، ده نتيجه يعني مجهود بيتعمل من اداره ولاعبين واجهزه فنيه على مدار تاريخ فريق النادي الاهلي. مبروك النادي الاهلي، مبروك للنادي العظيم، مبروك لكل لعيبه وجماهير النادي الاهلي. خلينا نتكلم النهارده شويه ونتكلم فني النهارده شويه بعد المباراه والنادي الاهلي اللي كان سيء جدا في الاجواء المباراه دي وما دخلش بالشخصيه اللي احنا عايزينها، ادائنا وحش قوي طول مجريات اللقاء تماما يعني باستثناء فترات بسيطة في مجرد شوط تاني لما الدنيا اتظبطت. فخلينا نتكلم كده وندردش كده مع بعض ونحتفل النهاردة في النادي الاهلي وفوزه على فريق نادي الوداد المغربي وانتهى البطولة رقم 11 من دوري ابطال افريقيا. خلينا نتكلم على تشكيل النادي الاهلي. مارسيل كولر ابتدى بنفس تشكيل مباراه الذهاب مع عوده بس محمد الشناوي، لعبنا ب 4-3-3، الشناوي في حارس المرمى قدامي اثنين سنتر باكات محمد عماني وياسر ابراهيم الحكيمين محمد هاني، الشمال لعب علي معلول، ثلاثي في نص الملعب مروان عطيه حمدي فتحي واليو جونج، سترايكرز كان كهرباء علي بينو بيرستا وعلى شماله حسين الشحات. نادي الوداد المغربي نفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه الذهاب ولكن غير تغييره، شال لعيب من نص الملعب وقام لاعب ونجم كناحيه اليمين وحط بهره مكان زوري المترجي اللي هو كان مصاب ولعب سترايكرز سامبو ونفس تشكيل خط الدفاع بقى زي ما هو ابتداء من الحارس المطيع لحد بقى سامبو. ابتدت المباراه لا الوداد هو الاحسن، احنا وحشين قوي 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 طول مجريات الشوط الاول، عملنا كل الحاجه اللي تخسرنا في اللقاء ابتداء من الفاولات اللي احنا كنا بنعملها. عارفين نادي الوداد وانا طلعت واتكلمت هنا قلت ما نتعملش فاولات مع الوداد، الوداد مميز بالركلات الثابته، الوداد مميز بالركلات الركنيه، تحاول على قد ما تقدر تقلل الكلام ده، جاي لنا حكم مقرف في حته الفاولات الكتير والهفه بيحسبها، مملكه سيما معروف في افريقيا الناس اللي طلعت تتكلم على الحكم، الحكم ده فاولات كتير، حكم ده فاولات كتير، فاولات ما بتتحسب، الحكم ده معروف في افريقيا الهفه بيحسبها. وانا طلعت هنا في الحلقه واتكلمت قلت ابعد عن الفاولات، ابعد عن الاحتكاكات ما بين كوبين لعيب، حاول تخلي اللعيب ما تعملش معاه فولات كتير، ما تحتكش باللعيب كتير، ولكن لعيبه الاهلي عملت كل حاجه يعني بمعنى اصح يعني عبيطه في لغه الكوره، كميه فاولات يعني اول 30 دقيقه النادي الاهلي عامل ريكورد في فاولات، عامل 10 فاولات وفاولات كلها من حتت غبيه جدا، من حتت متخلفه بصراحه يعني كلها خطيره جدا سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، وبالذات اكتر كانت من ناحيه اليمين من عند يحيى عطيته الله، يحيى عطيته الله عمل له بتاع يعني 3-4 فاولات لغايه لما جه الهدف بقى، يعني اللي هو يعني اقول لك ايه اللي هو يعني لو هو انت بتعمل اخطاء عشان تقول للمنافس يلا احرز فيا هدف بقى. طب ليه دخلنا كده؟ ليه دخلنا مش مركزين؟ ليه دخلنا متنشنين؟ ليه دخلنا في حاله خوف؟ ليه ما لعبناش الكره السهله البسيطه بتاعتنا؟ ليه ما عرفناش نمسك وسط الملعب مع بدايه وانطلاقه المباراه؟ ليه اغلبيه لعيبه كانت مع انطلاقه المباراه بالذات مروان عطيه؟ ليه انت مش قادر تدينا سيطره زي ما كنت بتدهن؟ حمدي فتحي بعيد تماما عن مستواه، ليه اليو جونج بعيد؟ حسين الشحات ليه انت نازل متنشن؟ ليه نازل عصبي؟ مش اول مره نلعب في كازابلانكا في المغرب، مش اول مره نلعب فاينل، انتوا كلعيبه لعبتوا فاينالات كتير ولعبتوا مباريات صعبه تحت ضغط عصبي كبير، ليه انا يعني اخش في ضغط عصبي؟ الكلام ده لو مثلا بنتكلم على فريق مانشستر سيتي امبارح مثلا ده كان تاني فاينل بتشارك فيه وعندهم ضغوطات عصبيه ولازم ياخدوا البطوله والكلام ده هعذر فريق مانشستر سيتي، لكن انت كلعيب النادي الاهلي انت متمرس على الحاجات دي، انت رجليك في الملعب في الحاجات دي، الضغط العصبي ده طبيعي،
للعيب النادي الاهلي انت مريت بيه مش اول مره، يعني مش حاجه يعني حاجه طبيعيه، فانت ليه تتعصب؟ ليه التنشن؟ حاله خوف، حاله فزع، حسيت برضو ان في لياقه بدنيه ضعيفه، مش هو المجهود البدني اللي احنا بذلناه طول مجريات الشوط الاول. مباراه سيئه يعني، شوط اول سيء جدا، ابتدى انت تتخيل ان احنا ما رحناش ولا تسديده على المرمى. الشوط الثاني يعني انا بتفرج على اللقاء، نزلت على صفحتي على الفيسبوك قلت لازم نرجع تاني نمسك سيطرتنا على وسط الملعب، لازم قفشه ينزل، لازم عمرو السولي ينزل عشان نمسك وسط الملعب. بالفعل مارسيل كولر يعني عجبني ان هو ما تاخرش، انا طالبت مع بدايه منتجات الشوط الثاني، ولكن يعني الراجل بس ادى فرصه لحمدي فتحي ومران عطيه وايلي دونج ان هم يعني يشوفون نشوفكم كده اول يعني 10 دقائق من مجريات الشوط الثاني، ولكن برضو انفضل نفس السيطره للوداد، مفيش اي هجمات. ابتدت الدنيا تتغير بقى مع نزول قفشه، مع نزول عمرو السولية، مع نزول محمد شريف مكان كهربا، ابتدى النادي الاهلي لا رجع لنا بقى البوزيشن، رجع لنا السيطره، ابتدينا نلعب الكره بتاعتنا، الكره السلسه، السيطره والاستحواذ على وسط الملعب. قفشه بصراحه حركنا، السولية حركنا، ولجع ايدي دون رقم 6 بصراحه يعني مكان مارون عطيه اللي هو كان برده مباراه سيئه جدا النهارده، من اسوء مباريات مارون عطيه من اول ما جه النادي الاهلي، ادانا برده ايدي جونج حته الصدادات الدفاعيه في حاله الدفاع وانه يبقى لعيب رقم 6. تحولات بقى ما كانش في اي تحولات خالص الشوط الاول، بعيد حمدي فتحي ما بينقلناش، ديانج ما بينقلناش، ومحمد هاني وعلي معلول متكتفين، فبالتالي لما نزل قفشه وعمرو السولية بصراحه حرروا كل لعيبه النادي الاهلي دي، بنقدر بقى يعني ان احنا يعني شكلنا يبقى حلو، حسسنا كده ان في لا هدف جاي، يعني حسسنا كده ان ريحه مباراه الصفاقسي هتعود، ولكن الحمد لله ان الهدف ما اتاخرش، يعني اعصابنا كانت هتروح لو كانت هدف كانت اتاخر، يجي بقى هدف من كورنرز من جمله متمررين عليه كتير من واحد من احسن لعيبه نادي الاهلي في الركلات الثابته محمد عبد المنعم، مش اول مره يحرز اهداف مع النادي الاهلي او حتى مع منتخب مصر ومميز في الحته دي، كوبي بيست من ماتش الرجاء، يعني من هدف مرمى الرجاء لما كنا مغلوبين برده بهدف بيقدر محمد منعم يرجعنا ويسكت رجاوي في ملعب كازابلانكا برده بيكرر نفس الهدف ويسكت وداداوي بقى المره دي في ملعب كازابلانكا. بعدها الوداد حسيت ان هو يعني لا وقع بقى خلاص، يعني المباراه حست ان يعني لعيبه الوداد حست المباراه هربت، انا فعلا هرب منهم، والكلام ده انا الوداد ما شفتوش لعب يعني الا اول بس يعني تلت ساعه، هو بس الكره دي اللي لعبها جات له فاولات قدر ان هو يستغلها، الجون اللي جه من ركله ثابته، بعد كده ما شفتش الوداد يعني ما تتكلم مثلا في 70 دقيقه انا ما شفتش نادي الوداد خالص، مفيش اي كره خالص اتلعبت، بالعكس ده مباراه الذهاب مباراه القاهره لا عملوا مباراه احسن، مباراه سان داونز خارج الارض عملوا مباراه احسن، الوداد وحش على ملعبه واحنا قلنا الكلام ده على ملعبه، ولعب قدام سيمبا 1-0 وراح البنالتيز وكسب، مباراه سان داونز مباراه سيئه جدا، سان داونز ده تخيل مطرود منه 2 مش عارف يلعب كوره، النهارده قدام النادي الاهلي جاب جون من ركله ثابته مش كوره يعني متحركه، النادي الاهلي بيتعادل ويرجع في اللقاء وبيقدر ان هو يعني ياخد بطوله افريقيا. مارسيل كولر تغييراته بقى بعد كده حتى عجبني قوي 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 في تغييرات رامي ربيعه اللي هو يعني انا عايز اقفلها بضبه مفتاح، انا مش عايز حاجه خلاص دمتم شكرا، ام اخر كده يعني 7-8 دقائق اما نظر رامي ربيعه يبقى كاليبرو موجود جنب المدافعين وطلع بيرسي تاو اللي هو يعني مش محتاجه كان في الوقت ده، والاهلي بقى يعني كان لو استغل في كاونتر اتاك في هجمه او اتنين عن طريق محمد شريف وعبد القادر كنا نقدر ان احنا نجيب هدف تاني وهدف تالت ونحسم اللقاء ونفوز على الوداد، ولكن يعني حسيت ان الدنيا تايهه، مفيش تركيز، عصبيه، استعجال برده من محمد شريف واحمد عبد القادر، ما قدرناش احنا نجيب هدف تاني، ولكن بدينتين المباراه 1-1. مبروك النادي الاهلي، مبروك لعيبه النادي الاهلي، مبروك لمارسيل كولر كوتش محترم، بحيي مارسيل كولر، بحييه على الاداره تتكيف اللقاء، طلبت منه انه يكون مصحصح في اللقاء، المباراة الذهاب الدنيا هربت مننا، التغييرات كانت سيئة جدا، لا النهارده بينصفنا وان احنا نعمل تغييرات مميزة ترجعنا تاني في اللقاء، وده المطلوب من كوتش محترم زي مارسيل كولر. اتمنى الفترة الجاية النادي الاهلي الاستعداد الكويس بقى لكاس عالم الاندية، اتمنى يبقى في استعداد قوي ان احنا بقى نوصل للفاينل، ويبقى حلمي لينا نلعب فاينل من كاس العالم للاندية ان شاء الله، كل يعني التوفيق النادي الفترة الجاية، نادي عظيم، نادي كبير، فرحة حلوة، انا مبسوط، انا فرحان، النادي الاهلي يعني بيفرحنا كلنا وبيفرح كل جماهيره، بناخد بطولة افريقيا زي ما قلت المرة ال 11 مشاركة، يعني هشوف بقى الكام، يعني الواحد مش قادر يعد المشاركة الكام للنادي الاهلي في كاس عام الاندية، ان شاء الله نروح نحقق حاجة ونعمل حاجة، مبقاش يعني زي المرة اللي فاتت رحنا خدنا رابع، لا ان شاء الله يعني نوصل للفاينل او مثلا يعني فضية او برونزية، ان شاء الله يبقى يعني المشاركة مميزة في اللي هتعمل في المملكة العربية السعودية. مبروك النادي الاهلي وهارد لك نادي الوداد المغربي، معلش يوم ليك ويوم عليك الكورة، المرة السنة اللي فاتت هما اخدوا البطولة، السنة دي احنا اللي خدنا البطولة، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي والعزاء للشامتين والحاقدين.